يعني خرجت من الفانوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ الضرورة ليها أحكام، قصد الخيانة ليها أحكام. يا ساتر يا رب، خيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط؟ اسمع، ما تلوعش معايا، أنا عرفت كل حاجة. وحش؟ وحش يا دياب، قصدي يا مستر ديابو. بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله، إلا أني لسه عند وعدي، لأني ما تعودتش أخلف اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا أخي. والدليل على كده أن سرك لسه في بير، وإلا كنت سلمتك للحكومة. وشغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخلها لحسابه دي بتسميها إيه؟ ما بتسميهاش خيانة؟ بيزنس. بيزنس يا دياب، بيزنس إز بيزنس. زي ما انت كنت بتقصدني في سلاح بدخلهولك وباخد نسبة، هو كمان بيقصدني فبدخلهوله وباخد نسبتي فيها. ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه ده اللي طقلك عرق؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه، انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس. انت بجديه بتقسم السوق بيناتنا وهتعصي الموردين علينا. والله كل شيخ ولي طريقة، وانت واضح ان انت قدمت لمؤاخذة، طريقتك بقت قرد فشل، ما بقتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل، خلاص خسرت زباينك، نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وتراجعهم وتشوف اخطائك فين وتصلحها. انت اللي هتقول لي انا هعمل ايه؟ انا ما بقولكش، انا بنصحك نصيحه لوجه الله، عايزني ادخل لك سلاح؟ ادخل لك سلاح طالما اخد نسبتي تلت ومتلت. انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما ياكلش معايا. بعد ما مدت لك يدي وكبرت، بتعض اليد اللي اتمدت لك؟ واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلالي. طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتحرق شياطين الانس عالجن، ولو كترت في الكلام هحرقك فوق البيع. انت بتهددني؟ حاشا لله، انا لتاني مره بنصحك، ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش، عشان شغلتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور، وانت مش حمل تعويره، وانا صبري ابتدى ينفد. ابتدى ايه؟ ينفد. وهقلب عليك القديم قبل الجديد. انا اللي هقلب عليك القديم والجديد. اسمع يا ود الهلالي، الواضح انه طريقنا بقى مختلف، ومن النهارده خد بالك وانت ماشي. خير ان شاء الله، محدش ضامن عمره. الاعمار بيد الله يا ولد البطاش. وبعدها لك تاني، لو قربت مني احرقك. حلو، عجبتك؟ وديني وما أعبد أحرقك يا دياب. يلا شباب، مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي، فاهمين ولا لا؟ ايوه، سلام.
ولدي منصور فين؟ منصور فين يا ديا؟ ايه دي حكت؟ ولدي فين يا ديا؟ عايزه ولدي منصور. منصور ربنا يعوض علينا من اللي في بطنك. لا لا منصور ما يتعوضش. انت اللي قتلته، انت السبب، انت السبب يا منصور. انت فين يا ولدي يا منصور؟ وديتني فين؟ دفنته، دفنته يا حكمة، دفنته، دفنته هنا في الجنينة عشان يكون قريب منيني، ولما تتوحشي تطلع لي. كان القلب تدفنه لحاله، كان القلب تدفنه لحاله يا دياب. خدني معاه، ادفني معاه يا دياب. عايزة أبلي عيني مني، عايزة أشم ريحته، عايزة ولد يا دياب. يا منصور يا منصور يا منصور يا منصور اهدي يا حكمة، اهدي. منصور فين؟ منصور فين يا ديا؟ اهدي اهدي يا منصور. يا منصور يا ولدي يا منصور. بقي في حياتك أنا دفنت جدة همام عشان محدش يشم خبر. منصور يا منصور. أهداف عاوز رجال يحرس البيت. عايز اقول لك اني خدت 50 فدان في وادي النطرون وضع يد، وعينت عليهم حارس كمان. الله ينور يا سياده النايب، هو ده الشغل. بس هتعمل بالارض دي ايه؟ لا مش الارض دي لوحدها، انا حطت عيني على كام حته ارض كده بس لسه ما حطيتش ايدي عليهم. بس ان شاء الله قريب قوي هيبقوا من نصيبي. الاراضي دي هستصلحها وازرعها فاكهة وبيعها لبلاد بره. بلاد بره؟ وانت ايه اللي هيخليك تعمل كده؟ اول هام ده مشروع يكسب ملايين. ملايين؟ امال انت فاكر ايه يا ابو مخ زينخ انت؟ طب وتاني هام؟ تاني هام الموضوع كده شكله هيكبر بين حسام ودياب، محدش عارف هيوصل لحد فين. وعشان كده قلت أأمن نفسي وأعمل كيان لوحدي. تهدى يا عمهم مش كده؟ اهدى؟ اهدى من ايه ولا من ايه يا العلم؟ احنا نفدنا بالعقوبه من ولاد الهرمه دول. احنا مش نفدنا، احنا اتكتب لنا عمر جديد. الحمد لله. على فكره بقى الحركه الوسخه دي اكيد من ورا دياب ورجالته، هو اللي مسلطوا عليها. وديني وما عبد الله طلع هو اللي عمل كده، لا هعمل فيه اللي عمره ما يتخيله. بقول لك يا عمهم، ما نحرق له بيته ومخازنه. مش كفايه. لو هو اللي عمل كده مش كفايه. ديته طلقه في دماغه نستريح منه ولعله خير ان شاء الله. لا 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 اهدى يا علو، اهدى، مش عايزين جنان. الموضوع ده عايز حكمه، عايز حكمه في التفكير. لان لو هو اللي عامل كده يبقى اكيد دلوقتي مستخبي في حته محدش يعرفه طريق بره وحواليه حرس كتير. لو هاجمنا هنتلط، ولو اتلط هنا ده مش مصلحتنا يا علو. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نهدى ونفكر بعقل، علشان لما نيجي نفصلها نفصلها على مقاسه. طرحة تبقى على مقاسه، وديني لما لبسه طرحة لو هو اللي عمله. فكر يا عمهم وانا عمري فداك.
علان ودولار فين؟ قطرين الجدع للظابط اللي اسمه حامد. ده كمان شغلانة شغلانه. بكره الصبح بقى عندي بالنجمه. ماشي.